أسقطت سفينة حربية أمريكية كانت تقصر بمبوط هرمز طائرة إيرانية بدون طيار بعد أن اقتربت منها أقل من 1000 ياردة، على ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعي دول العالم إلى حماية سفنها التي تعبر المبوط الاستراتيجي الهام. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سفينة حربية أمريكية كانت تقطر في مبوط هرم أسقطت طائرة إيرانية بدون طيار بعدما اقتربت منها لمسافة خطرة. وقال ترامب إن الطائرة الإيرانية المسيرة اقتربت من السفينة USS بوكسر أقل من 1000 ياردة، مما دفع بالسفينة الحربية إلى القيام بعمل دفاعي أسفر عن تدمير الطائرة المسيرة. وشدد ترامب على أن الطائرة الإيرانية عرضت للخطر سلامة السفينة وطاقم السفينة. وجاء إعلان ترامب إسقاط الطائرة المسيرة في وقت يتصاعد فيه التوتر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران، منذ أعادت إدارة الرئيس الجمهوري فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية. وصرح ترامب: هذه أحدث حلقة من مسلسل طويل من الأعمال الاستفزازية والعدائية التي تقوم بها إيران ضد السفن العاملة في المياه الدولية. وتابع أن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في الدفاع عن منشآت موظفينا ومصالحنا، وتدعو كل الدول إلى إبانة. محاولة إيران عرقلة حرية الملاحة والتجارة العالمية. وقال الرئيس الأمريكي: أدعو بقية الدول إلى حماية سفنها أثناء مرورها عبر المضيق والعمل معنا في